السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم جميعا في قناتكم يمن إسماعيل. قبل أن نبدأ لا تنسوا الصلاة على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أعزائي المشاهدين، سنتحدث عن آخر أخبار محترفين الجزائريين، والبداية برياض محرز، حيث نقل موقع سبورت أف آر الفرنسي عن موقع فوت ميركاتو، فإن المدرب بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لا ينوي التفريط في خدمات لاعبه رياض محرز، رغم امتلاك اللاعب محرز عرض ضخم من نادي الأهلي السعودي، وخاصة بعد رحيل متوسط ميدان الفريق كاي غوندوغان نحو برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي. ذات المصدر أوضح أن نجم الخضر محرز يبقى خيار مهم بالنسبة لبيب غوارديولا، رغم عدم الاعتماد عليه كثيرا في الموسم الماضي كأساسي، خصوصا في دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يعني في نهائيين ضخمين جدا، نهائي الأف أ كاب ونهائي تشامبيونز ليج، لم يعتمد عليه. حسب الصحافة السعودية أن هذا ممكن أن يكون دافع لرياض محرز لتغيير الأجواء، زائد العرض الضخم المقدم. ولكن غوارديولا يريد دائما الإبقاء على رياض محرز في كل ميركاتو صيفي. غوارديولا يؤكد أن محرز سيستمر وسيبقى ويسعى جاهدا للإبقاء، لذلك محرز تجده دائما يدافع البقاء في مانشستر سيتي بسبب غوارديولا. غوارديولا جيد جدا في الإقناع. الآن هنالك عدة لاعبين يرحلون، خصوصا في مانشستر سيتي، مثل ما فعل جواو كونسيلو، مثل ما فعل فيران توريس، ليروي ساني، ستيرلينغ، حتى غوندوغان رفض التجديد وذهب إلى برشلونة. برناردو سيلفا في كل مرة يقترب من الرحيل وربما يرحل في هذا الميركاتو أيضا، ننتظر وسنرى. لكن دائما محرز الوحيد الذي يخرج ويؤكد بقاؤه، هو الوحيد تقريبا، اللاعب الوحيد في أوروبا، نظن أنه في أوروبا من اللاعبين القلائل الذي يرفض كل العروض الأخرى. يعني لحد الآن محرز الوحيد اللي شاهدته أنا يخرج في تويتر أو كذا ويقول أنا سعيد وأريد البقاء، من حقه ذلك أكيد، ولكن يقول لك في بعض الحالات يجب أن تكون متفتح للرحيل، لأنه قادر بين ليلة وضحاها غوارديولا يزيد يهمشك أكثر وأكثر ولا تجد باب للرحيل. الآن أعزائي المشاهدين، غوارديولا لماذا يحب محرز؟ أولا لأنه محرز لا يتذمر مهما كانت وضعيته، سواء لعب كأساسي أو كان بديل أو بقي في الدكة، لم يلعب النهائي، لم يلعب أي مباراة، لا يحتج. وغوارديولا يحب هذه النوعية من اللاعبين، اللاعب الذي يرضى بوضعيته مهما كانت وكيفما كانت. لذلك نجد غوارديولا في بعض المرات ينتقد كونسيلو، ينتقد ستيرلينغ واللاعبين السابقين، حتى جابرييل خيسوس والبقية، لأنهم كانوا يريدون اللعب بشكل أساسي دائما، وغوارديولا لم يستطع توفير لهم ذلك، وكانوا كثيري الكلام، حتى أنه مؤخرا ظهرت أخبار أنه كونسيلو افتعل المشاكل داخل غرفة تغيير الملابس، لذلك غوارديولا قرر إبعاد اللاعب، لذلك ذهب إلى بايرن ميونخ في إعارة. إذا الآن عرفنا حقيقة حب بيب غوارديولا لرياض محرز، لأنه محرز يستمع لغوارديولا. غوارديولا حين يتكلم مع محرز، محرز يحترم الرأي نتاعه مهما كان. هذا الأمر قليل جدا، القليل من اللاعبين يكونوا بهذه الاحترافية. البعض يقول لك ضعف شخصية، أنا ما نسميهاش ضعف شخصية لكنها احترافية، ولكن في نفس الوقت نتمنى باش تكون هذه الاحترافية أيضا تكون متفتحة للرحيل. في بعض الأحيان الرحيل يكون نعمة، في بعض الأحيان. محرز أكيد أنا عارف الرأي نتاعه، الرأي نتاعه أنه يزيد يقدم الإضافة، أن يفوز بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم الأندية، يريد الفوز بكل شيء، وبعدها ممكن جدا أنه يغير الأجواء. المهم أعزائي المشاهدين، رياض محرز يقوم بوضع لايك على بوست من حساب إدوارد ميندي بعد انتقاله إلى الأهلي السعودي. ميندي انتقل من تشيلسي إلى الأهلي السعودي، والأهلي السعودي هو الذي قدم عرض ضخم لرياض محرز. ممكن محرز يفكر في الرحيل، ممكن، ويبقى هذا في السر أكيد، يبقى في خلف الكواليس، الأمور هذه ما ليست دائما تكون معروضة لمواقع التواصل الاجتماعي أو للصحافة، ولكن ربما ليس في هذا الميركاتو الصيفي، ربما يفكر في الميركاتو الصيفي القادم. أكيد أنه في النهاية وفي الأخير محرز سيذهب إلى العرض الأضخم في الأخير، لأنه أي لاعب يكبر في السن يحقق كل شيء يتجه نحو العرض الأضخم، وهذا ما شاهدناه أعزائي المشاهدين مؤخرا، كل اللاعبين يتجهون نحو عروض أفضل وأضخم، هذه حقيقة أعزائي المشاهدين. فعلها كريستيانو رونالدو، فعلها ميسي، وفعلها الكثير الكثير، بنزيما والبقية، يعني كبار وأساطير اللاعبين يقومون بهذه الخطوة في آخر مشوارهم الكروي. أنا نتمنى أنه محرز يبقى في المستوى العالي، أكيد نتمنى أنه يوصل مع مانشستر سيتي ويزيد يفوز بالشامبيونز ليج ويزيد يفوز بالبريمير ليج ويسجل أهداف أكثر، يوصل إلى 100 هدف في البريمير ليج وما إلى ذلك. وفي نفس الوقت إذا هو أراد الرحيل أيضا فهو خيار جيد بالنسبة للاعب، نتكلموا بالنسبة للاعب، لأنه اللاعب يبقى السيد
خياره وقراره. أيضا أعزائي المشاهدين، رسميا تم اختيار إيرلينغ هالاند أفضل لاعب لموسم 2022-2023 في لوس 100 من الماركا، هذه جائزة من ماركا الإسبانية أعزائي المشاهدين، وهذا التصنيف يضم أفضل 100 لاعب في أوروبا. الكارثة أنه محرز غير موجود، ماركا استبعدت محرز من أفضل 100 لاعب في أوروبا الموسم الماضي. في المركز الأول إيرلينغ هالاند، ثم نجد ميسي ثانيا، فينيسيوس ثالثا، مبابي رابعا، كيفن دي بروين خامسا، رودري سادسا، المهم إيكاي غوندوغان تاسعا، برناردو سيلفا في المركز 12، جاك غريليتش في المركز 19، جون ستونز في المركز 25، وجوليان ألفاريز في المركز 26. يعني محرز راه بعد المركز 26 وربما غير موجود في أفضل 100 لاعب، يعني شيء غريب جدا، ولكن ربما لديه سبب أنه استبعد من المباريات الكبيرة. لذلك أنا كنت حزين جدا بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، لاحظتني أنه بعد نهائي دوري أبطال أوروبا حين فاز محرز بالتشامبيونز ليج لم أسجل أي فيديو، وانقطعت عن التسجيل لمدة 10 أو 15 يوم، يعني أسبوعين لم أسجل حول كرة القدم ولم أنشر حول كرة القدم لهذا السبب. لأنه كنت متحمس لكي يلعب رياض محرز ولو كبديل، فلم يشركه غوارديولا ولو كبديل في تلك المباراة الكبيرة، لأن المباراة الكبيرة كنا ننتظرها نهاية تشامبيونز ليج، محرز يدخل يسجل أو حتى هو على الأقل يشارك في دقائق في حلم تشامبيونز ليج اللي كنا نستناه منذ وقت رابح ماجر، تقريبا رابح ماجر فقط اللي فاز بتشامبيونز ليج، وبعده محرز حين أتى دوره في دكة البدلاء. الأمر أحزنني كثيرا وتوقفت عن مشاهدة كرة القدم بكل صراحة بعدها، أنا ما شفتش حتى مباراة المنتخب الوطني الجزائري، قررت أن نحبس كلش. يعني أنت تستنى محرز أنه يلعب نهائي تشامبيونز ليج في المباراة الأهم اللي احنا نتابعوه، مباراة اللي يتابعها كل العالم، بعدها تجد دكة بدلاء. المهم مبروك لمحرز ومبروك لكل اللاعبين الجزائريين الذين حققوا جوائز فردية وجماعية الموسم المنصرم، ولكن نتمنى مستقبلا من اللاعبين الجزائريين انهم يكونوا حاسمين، انهم يكونوا اساسيين في المباريات النهائيه، لانها هي اللي تخليك تنافس على جائزه افضل لاعب في افريقيا وافضل لاعب في العالم وما الى ذلك. راكم تشاهدوا ايرلينغ هالاند شارك في كل المباريات، تقريبا البالون دور مساله وقت، البالون دور مساله وقت، وجائزه دبست مساله وقت، هداف اوروبا، الحذاء الذهبي، كل شيء حقق كل شيء. لماذا؟ لانه شارك في كل المباريات. هذا واش حبيت نقول اخوتي الاعزاء في هذا الفيديو، بارك الله فيكم جميعا، وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات أخرى لكي نتحدث عن آخر أخبار محترفين الجزائريين ومنتخبنا الوطني. الأهم يبقى بالنسبة لمحرز أنه يزيد يواصل في المستوى العالي، نتمنى ذلك. إذا أراد تغيير الأجواء نحو الدور السعودي، رانا نشاهد عدة لاعبين ينتقلون إلى الدور السعودي، ولكن مؤخرا سمعت أخبار أو شفت أخبار أنه اللاعب حكيم زياش اللي كان قريب باش ينتقل إلى النصر السعودي، انهار انتقال حكيم زياش إلى النصر بسبب مشكلة في الركبة أثيرت في الفحص الطبي، الصفقة متوقفة الآن، ممكن أنه ينتقل وممكن أنه تفشل الصفقة لأنه قال لك بسبب مشكلة في الركبة. يعني حكيم زياش اجتاز الفحص الطبي ولكن ليس بنجاح، شيء غريب جدا، ربما راه مصاب إصابة شديدة. أيضا بروزوفيتش، النصر يخسر صفقتين ثقيلتين في ظرف 20 ساعة، فشل حكيم زياش في الفحص الطبي وتوقفت صفقة مارسيلو بروزوفيتش بعد تغيير العرض من طرف النادي السعودي حسب الماركا. ننتظر وسنرى، يعني النصر السعودي يريد جلب افضل اللاعبين، ولكن هنالك بعض المشاكل التي تواجه اتمام هذه الصفقات. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، دمتم في رعاية الله وحفظه، ونلتقي ان شاء الله في فيديوهات اخرى.